كلما اختلت الطاقة كلما تضررت النفس والأعصاب والبيولوجيا، ولا يشترط أن تتضرر الروح، لكن البوابة بين الروح والبدن والجسم تختلف. أما الروح إذا تأذت، لا نعني تأذي الروح أنه روح الإنسان اللي هي من سر الله تتأذى، لا، إنما البوابة الروحانية هي التي يحدث عليها الشيء بتسلط روح مضاد. بمعنى لنفترض الآن، وأنا هذا أجربه بنفسي، أنا أعطيك الآن سر من أسر المهنة، أنه يأتيني شخص ويقول لي، وأنا دائما يأتيني أساس، وتجد هناك في وضعيات حساسة لا يستطيع أن يبوح بذلك بسبب عملية وغير ذلك من المسائل، فهذا الإنسان يقول لك أنا في الليل على سبيل المثال أرى امرأة ترقص في الجدار وتخرج لي، أو أرى أشكال مرعبة، أو طفلي يرى أشكال مرعبة. طيب، هذا إذا أخذنا له طب الأعصاب سيقول هذا مرض ذهاني، مشكلة ذهنية، وإذا أخذنا إلى الجانب النفسي سوف يغلقه في الآن الأعلى والهواء والهياء ويأخذه في تلك الأمور، وقد يأخذه إلى بعض المعارف النفسية، ولكن مع جهل مطلق بالنفس نفسه. يعني هذا من عجائب الطب النفسي، أنه يعالج أمر يجهله، يعني هم لا يعرفون أنواع النفس، لا يعرفون غوامضها، لا يعرفون أبعادها، لا يعرفون أي شيء عنها، يعرفون ما بدأ منها. يعني كالذي يقول لك ما هو البحر، وجد قشا فوق البحر، يقول البحر هو القش، لا، هذا ما يطفو على البحر. هم يعرفون ما يطفو على النفس وما يؤثر في الدماغ وفي السلوك، ورغم أن هذه المعارف التي لديهم جاهل النفس تماما، لكنهم وظفوا هذه المعرفة توظيف خطير. سبحان الله، ماذا لو عرفوا الأسرار الحقيقية، وظفوها توظيفات حتى عبثت البشرية كما ترى اليوم. نفس الشيء في الروح، لا يعرفون شيء عن الروح، ولكن وظفوا معارف شيطانية فأثروا في أرواح الناس. إذن إذا وقف أمامي هذا الإنسان ويقول لي أنا أرى أطيافا أو أرى أشياء ما، وأردنا أن نفرح، لأنه لو أخذوه أيضا إلى شخص روحاني، داعي روحاني أو عزام سحار، سيقول له هذا جن وهذه جنية من زوجاتك وعندك ببيتك كنز، وهذا شماروس سيأتيك الآن ويسلب ماله ويسلب عقله. الآن كيف نختبر؟ ببساطة شديدة جدا، أن هذا الإنسان دون إحالة أقوله قبل أن أبدأ، أنا سأضع يدي على رأسك وأنت إن كان فيك كذا ستفعل كذا، هذا يصبح إحالة، هذا خطأ أيضا، لا تعلمه بما سيحدث له، ولكن قف هذا دقيقة في أمامك، يحدث نظرة بالعين، حركات معينة بالكوجيريو، هذه نظرة تنويمية قليلة نسميها أنا السيميترانس، شبه تنويم وليس تنويم كلي، وبعدها تضع يدك فوق رأسه وتتلو في قلبه القرآن، وليس شرط أن تطلقه على أذنه كي لا يكون أيضا إيحاء من البعض، مقنع نفسه مجهد نفسه أنه مسحور ملبوس، وهذا الذي يقنع نفسه أنه مسحور عليه لبس يستطيع أن يجري لك الفيلم، أنه بتأثير نفسه عليه بمجرد يسمع القرآن يتغير صوته ويسرع ويتسكك ويصبح فيه قوة غريبة، وهو في الحقيقة ليس فيه إلا جن ولا شيء، وحيات أخرى يكون الجني خارج جسمه ويتواصل بالتخاطر، والشيخ مسكين يضرب ويقول اخرج يا جني، والجني غير موجود، لا يتأذى، لا يصيبه شيء. هذه من المعارف، أنا أول مرة أتكلم بهذا الشرح. فلذلك هذه الحالات التناذرية النفسية، هذه الحالات مرضية متنوعة جدا، فإذا أوقفناه أمامنا بهذا السر، بهذه الطاقة، بهذه القدرة، بهذا القدرة التواصلية والتخاطرية والروحانية والاستحضارية وغيرها من الأسرار، بمجرد أن نضع يد على رأسه ونضع يد أمامه، إما أنه سوف يغمى عليه مباشرة، يفقد القدرة على الحركة أو يهتز جسمه، وهنا إذا قرأنا القرآن أكثر اهتز. إذن لو كان الأمر جسديا فقط، طاقيا نفسيا لا يتأثر القرآن بذلك التأثر، إذا تأثر ذلك التأثر هذا يعني وجود روح مفارقة ليست بشرية تأذت بأنوار القرآن. أما إذا لم يحدث له شيء وبقي على حاله، فقط اهتز قليلا طاقيا مثلا، حين نقول له مثلا إذا وضعنا اليد على وجهك تشعر بحرارة شديدة أم برودة، إذا شعر ببرودة عنده نقص الطاقة، إذا شعر بحرارة عنده كثير من الطاقة، قد يكون الخلل في الشاكرة من الشاكرات ضربت، قد يكون الخلل فعلا ذهنيا، قد تكون أزمة نفسية، أزمة عاطفية إشكالية، فهنا نفرق،
إن كان يعني نفس الحالة يجيك شخصين هذا يرى أشياء وهذا يرى أشياء، هذا نعم لديه لبس ومس شيطاني، وهذا لديه فقط مشكلة نفسية روحانية. وأحيانا ثم حالة أخرى أصعب، وهي شخص يمر بلبس حقيقي ويسرع، ويأتي دجال فيقول تكلم على لساني ويخرج من يدي ورجلي يخرب له العقل الباطن. فبمجرد الإنسان عاش هذه الحالة مرة مرتين، النفس تستنسخ ذلك، نوع من الشارينغان تستنسخ هذا الأمر. فإذا شفي تمام من أمور الجن نفسه تعيد عليه الكرة، يسرع ويغمى عليه ويتكلم به صوت آخر، قد يتكلمك باللغة المسمارية، يتكلمك بالسريانية وهو من نفسه. وهذا أيضا من أسرار المهمة. أنا أول مرة ربما أفصل بهذا التدقيق، وهذه مدرسة كبيرة، أنا من قرابة 30 سنة وأنا أتقنها بحمد الله، يعني هذا ولدت فيها متقنا، لأنه يعني هذا بث من عند الله سبحانه وتعالى. وكم مثل الشعر، يعني أول قصيدة عمري 16 سنة في الشعر الشعبي ولدت كامل يكتبها في حوله فقط. فهذا أيضا أردنا أن نذكره، وأنت تعرف جيدا تجربنا الطاقية وغيره. فهذا الجانب جانب مهم لمعرفة والفصل بين الأمور الروحانية والأمور الطاقية. وأنا تعمدت أنه لا أتكلم كثيرا حتى دورة السر الحرام عن السحر، أوقفتها أني أعرف ثم الكثيرين يوظفون ذلك. والله بعضهم يحضر معايا مرة أو يزورني مرة ويرجع ويقول أنا صرت شيخ وفلت السر وهكذا، يعني عبثا بلا ريب أنهم يعبثون ويتاجرون بأمور لا يعرفونها ويتأذون، يعني بأس ما شروا به أنفسهم.